الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Then the third takbira, you make a sincere dua for the sheikh. Ask for Allah Azza wa Jal to forgive him. Ask Allah Azza wa Jal to accept him.
and ask him to grant him inshallah the highest paradise. And after the fourth takbira, we'll make one salam to the right side as the sheikh, following on the fiqh or the madhab of the sheikh, who used to make one salam inshallah. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم لا تحرمنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم